حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن بكار مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحلب فقال دع داعي لبني. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله جارنا قال حدثنا محمد بن سعيد الباهلي الأثرم البصري قال حدثنا سلام بن سليمان القارئ قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ضرار بن الأزور قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أمدد يدك أبايعك على الإسلام قال ضرار ثم قلت تركت القداح وعسف القيان والخمر تصلية وابتهال وكرئ المحبر في غمرة وحملي على المشركين القتال فيا ربي لا أغبن صفقتي فقد بعت مالي وأهلي ابتدال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبنت صفقتك يا ضرار. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور قال بعثني أهلي بلقواح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أحلبها فحلبتها فقال دع داعي لبني. حدثنا عبد الله حدثني أبو صالح الحكم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن المغيرة بن سعد عن أبيه أوي عن عمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فأخذت بزمام ناقته أو بخطامها فدفعت عنه فقال دعوه فأرب ما جاء به فقلت نبئني بعمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار قال فرفع رأسه إلى السماء ثم قال لئن كنت أوجزت في الخطبة لقد أعظمت أو أطوت تعبد لها لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتوه إليك وما كرهت لنفسك فدع الناس منه خل عن زمام الناقة.